أفعال المدح والذم. أفعال المدح والذم. ما معنى مدح؟ مدح مدح ما معنى مدح؟ أمر قل. مدح يعني أستاذ يعني عندما نحب الشخص. نعم. يعني أستاذ عادة يقول له أستاذ جملة جميلة. نعم. يعني مثلا أنت الهدف أنت أحمق. هذا مدح؟ هذا ذم. هذا ذم. نقول له ما يجوز أن نقول حتى أنت أحمق. لماذا تفعل؟ أنا حبيبي. نستعمل في لغتنا أستاذ. نعم. مدح يوجد في مدح. نعم. ذم يوجد في اللغة التركية. ذم. لا. نعم. ذم يوجد. ذم لكن ممكن قديم. ذم الشيء يعني كرهه و تكلم عنه بشيء سيء. ما رأيك في الوزير فلان؟ والله وزير فلان فاسد لكن هكذا اسمه ذم. تمام؟ كان يستعملها في الشعر. مدح وذم. ما هي أفعال المدح؟ في رأيكم مثلا هذه الجمل: نعم الثواب الجنة حبذا العدل بئس العقاب جهنم لا حبذا الظلم. أي مدح أي ذم إسحاق؟ نعم حبذا مدح مدح نعمة حبذا مدح تمام؟ نعمة وحبذا مدح للمدح. نعم ذم بئس لا جميل جدا. إذا نعمة وحبذا مدح ذم بئس لا حبذا ولا حبذا جميل جدا تمام؟ ممكن نعمة القائد ممكن نعمة المعلمة يعني زيادة ما هو؟ لا جيد؟ بئس بئس العقاب. ماذا نعرف نعمة الثواب والجنة؟ ما هو إعرابها؟ انتبهوا الإعراب من يعرف؟ إعراب إسماعيل قل لي تعال نعمة فعل ماضي مضارع أمر ماضي ماضي مبني على الفتحة جامد ما معنى جامد؟ يعني اسحاق ابن راهوية نعم عكس المجرد عكسه متصرف متصرف يعني هل يوجد مضارع؟ لا يوجد مضارع لا يوجد مضارع لا يوجد أمر نعم لا يوجد نعمة ينعم وأنعم أنعم موضوع آخر تمام؟ جامد لماذا هذا الفعل؟ لإنشاء الذم والمدح مدح المدح لإنشاء المدح ماذا نقول بعدها؟ مبني على السكون منصوب أو مبني؟ مبني مبني على السكون على الفتحة الفتحة الظاهرة تمام؟ الثواب فاعل 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 جميل جدا ماضي فاعل مرفوع بالضمة وعلامة رفعه الضمة الظاهرة نعم الجنة مخصوص اسمه الجنة في الكتاب ليس مطلوب في الامتحان ليس مطلوب في الامتحان لكن من أجل الاستفادة وإعرابها صعب يعني وغريب طلاب عرب لا يعرفون إعرابها أحيانا فإذا أنت تعرف أنت جنرال في الإعراب يعني هذا جميل إعرابها الجنة ماذا نقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة أين الخبر؟ الخبر الجملة الفعلية هذا الخبر لكن كما قلت في الامتحان ليس مطلوب هذا الكلام تمام؟ بئس العقاب جهنم جيد؟ يأتي سؤال في الامتحان أين المخصوص في المدح؟ السؤال أين المخصوص في المدح؟ هنا من هو المخصوص في المدح؟ نعمة الثواب الجنة الجنة هذا مخصوص في المدح نعم تمام؟ أمرا مخصوص في الذم بئس العقاب جهنم جهنم مخصوص تمام؟ عندنا إعراب هذه هذا مثل هذا تماما إعرابه لكن هنا إنشاء المدح هنا إنشاء الذم انتبهوا لا تقولوا في الإعراب فعل ماض جامد لإنشاء المدح أستاذ هل يأتي يمست للمؤنث لا يستعمل يعني أو نادر أستاذ الآن سائل
ساء ما يزيرون. هنا يعني ليس جميل هذا يسير مثلا. حبذا الطالب، ما يرى حبذا؟ حبذا، نعم أشرف. حبذا في عمانات. حبذا انظروا هي حبة زائد زائد، نعم. حبة في عمانات. فعل ماض جامد للمدح. ذا ذا فاعل، ذا فاعل. الطالب، الطالب المخصوص بالمدح، هذا مخصوص بالمدح، يعرب مبتدا، مبتدا مكتوب، تمام. الجمله خبر، تمام. طبعا هنا ذا مبني على السكون في محل رفع فاعل، مبني على السكون في محل رفع فاعل، يعني اعرف الاعراب، هذه إعرابها مهمة. حبة ذا، حبة ذا الفاعل. انتهت، تمام؟ واضح؟ هل يوجد سؤال على هذا الموضوع؟ أستاذ حبة وحيدا في الماضي. حبة؟ ما هو إسحاق؟ اسمعني. حبة وحيدا في الماضي. حبة وحيدا في الماضي. حبة وحيدا، حبة هنا ليس للمدح. حبة يحب، أحبة. نعم، في الماضي. عندنا ايضا شيء مهم، حبذا الطالب، لا يوجد حبذات، لا يوجد. وحبذا الطالب، حبذا الطالبان، حبذا الطلاب، كله لا فرق. مذكر، مؤنث، مفرد، جمع، كله حبذا 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 حبذا، لا يوجد حبذا حبذات، تمام.